ناخد هاتفيا زميلتنا فاطمة الشلبي. أهلا بيكي فاطمة. صباح الخير، أهلا صباح الورد، بيكي. أهلا بيكي. أوصفي لي أجواء عندك يا فاطمة في الإسماعيلية. يمكن الإسماعيلية من يعني المحافظات الكثيفة واللي فيها إقبال كان رائع من أول يوم من الاستفتاء على التعديلات. أوصفي لي أجواء النهاردة. اليوم التالي على التوالي نحن لا متواجدين في لجنة المنطقة الحرة بالإسماعيلية، في منطقة اليوم في التالت لجنة أهو، الوافدين، فيها إقبال كثيفا من المواطنين خلال الساعات الأولى. تمام. فاطمة، الإسماعيلية كانت من أول يوم وتاني يوم اللي هو امبارح كان فيه إقبال كبير جدا من السيدات، ده لسه مستمر لحد اليوم؟ لسه مستمر، السيدات فيها إقبال ملحوظ جدا، هي وكبار السن والشباب وكمان طلاب الجامعات. طلاب الجامعات شفنا امبارح منهم إقبال كثيف جدا، وكان في تزايد ملحوظ طبعا من النساء. قولي لي يا فاطمة، اللجنة فتحت في ميعادها بالظبط؟ اللجنة فاتحة في ميعادها بالظبط. تمام. طبيعة الشعب يا فاطمة في الإسماعيلية، يمكن أنت أدرى مني وطبعا كاميرتك بتلف هناك كتير وبتشوف إيه الموضوع. طبيعة الشعب في الإسماعيلية زي ما كنا بنتكلم كده بيحب يفرح، فهو مش نازل بس يدلي بصوته، هو نازل يعمل مظهر من مظاهر الاحتفال. وجود الإعلام في إقليم القناة كله بشكل كبير. إيه؟ مظاهر الاحتفالات فعلا كانت كتيرة جدا في الإسماعيلية امبارح، وكان في سيارات مزينة بالأعلام كمان كانت بتلف في المحافظة، وكانت بتحث المواطنين على النزول للاستفتاء، يعني كنوع من أنواع التشجيع. ده غير طبعا المراسم الأغاني اللي كانت بتبقى شغالة قدام النزال، وكان في حالة من حالات الفرح حقيقي كتير جدا من المواطنين. هي باينه في صوتك الصراحه يا صحيح. فاطمه، زميلتنا العزيزه فاطمه شلبي من الاسماعيليه، صوتها مبهج وواضح ان حاله الفرحه اللي عندها منقوله كمان طبعا لفاطمه، فنقلها لنا من خلال مداخلتها الهاتفيه. نشكرك، شكرا جزيلا يا فاطمه.